ينضم معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك دكتور هلال. يعني هادي العامري في كلمته يعترف بالتقصير بحق الشعب العراقي ويعتذر، يعني إلى أي مدى ترى أنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الاعتراف سيد الأدلة، ولكن هذه كلمة حقا يراد بها باطل، وكما تفضلت هو يريد أن يمتص غضب الشعب العراقي، ولكن الذي قصر عليه أن يدفع ثمن التقصير لا أن يعتري الانتخابات ويريد أن يكون مسؤولا من جديد. 15 سنة من الفساد والقتل والتدمير وتدمير البلد وشل القدرة الإنسانية والاجتماعية للعراق واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتدمير على بهذا المستوى الشامل، أعتقد أنه هذا الاعتراف يكفي لإحالة كل هؤلاء إلى المحاكم المختصة ولينشط القضاء العراقي الذي يريد له أن يراد له أن يكون خادما لهذه الفئة الفاسدة التي تعتري بفسادها وبتقصيرها. فإذا القضية ليست قضية اعترافات، لأن العالم كله يعترف ويعرف بأن غزو العراق كان خطأ وجلب هؤلاء كان خطأ أكبر، والخطأ لا زال يكبر ويكبر. الخروج الشعب العراقي الآن من جنوب العراق حقيقة وضع النقطة الأخيرة التي تعبر عن كل رأي الشعب العراقي. عندما خرجت المناطق الغربية والمحافظات الستة قالوا هذه طائفية، شيعة الأحزاب التي تدعي أنها شيعية هي التي خرجت عليها وأعلنت فسادها ورفضتها بالكامل. قبلها رفض الشعب العراقي بالانتخابات، لم يبقى لهم حقيقة لم يبقى لهم مجال في العراق لحكم الشعب العراقي، لأن الفاسد لا يمكن أن يصلح مجتمعا، وهذا ما أكدته القوى الوطنية العراقية منذ اليوم الأول للاحتلال عندما رفضت العملية السياسية ورفضت هذه الأحزاب ورفضت المحاصصة ورفضت الدستور ورفضت كل ما بناه الاحتلال، لأن نتائجه مقروءة. هذه النتائج التي وصل إلى الشعب العراقي الآن وخرج عليها بكليته أعتقد أنه كانت مقروءة منذ البداية، ولكن هناك من لعب على الورقة الطائفية، هناك من لعب على الورقة القومية لكي يكسبوا الوقت، ولكن كان النتيجة كارثية على كل الشعب العراقي. العامري حارب العراق. يمكن أن نلمس من خلال كلمة العامري قلقا ربما أو استشعارا لتمدد التظاهرات واتساع رقعتها؟ العامري أراد أن يمتص غضب الشارع باعترافه هذا، ولكن ما ما ماذا سيقبض الشعب العراقي من هذا الاعتراف أو ماذا سيترتب عليه؟ يعني أنت تعترف بالجريمة، ولكن ألا يجب أن يحاسب المجرم على ارتكاب جريمته؟ هل يعفى من العقاب أي مجرم عندما يرتكب جريمة كبيرة بهذا الحجم، قتل مئات الآلاف، وصل عدد الضحايا والشهداء في العراق إلى أكثر من 2 مليون، المهجرين أكثر من 9 مليون داخليا وخارجيا، الاقتصاد العراقي محطم، الزراعة محطمة، الصناعة محطمة، الملوحة أكلت أرض العراق، لم يبقى شيء، باعوا ما فوق الأرض وما تحت الأرض. كل هذه الجريمة يكفي أن يظهر العامري ويعترف لكي يصانحه الشعب العراقي وينتهي الأمر. أعتقد أنه على الشعب العراقي أن يستثمر هذا الاعتراف ويطالب بإحالة كل هذا الاعتراف. يعني طلب المسامحة يأتي تزامنا مع قمع الميليشيات للمتظاهرين وقتلهم في الشوارع، كيف تفسر هذه المفارقة؟ هذه حقيقة هذه الأحزاب المجرمة أخي الكريم. الميليشيات أسست لهذا الغرض، أسست لقمع الشعب العراقي على مراحله، مرحلة في الشمال ومرحلة في الغرب ومرحلة في الجنوب، وأتى دور الجنوب الآن لكي يقتل ويباد كل من يعارض المشروع الإيراني، وقد قالها أمام حمود صراحة، قال من يعارض المشروع الإيراني أين هم؟ فإذا هم لا يبالون إن كان هذا المعارض سياسيا رئيس حزب أو مواطن عادي أو مدرس أو أستاذ جامعة أو عالم. المشروع الإيراني هو الذي يطبق في العراق بالحديد والنار. قالوا هذا داعش، وقالوا ما أعرف إيش. الآن الشيعة في جنوب العراق، يؤسفني هذا التعبير، ولكن هذا هو الواقع الذي المرير الذي فرضوه هم على الشعب العراقي لكي يحكم العراق. الآن تضرب المتظاهرين وتقتل شباب بعمر الورود وبعمر الزهور وتجرح مئات الآلاف وتدعي أنك أخطأت. لو لم تكن مخطئ ماذا فعلت؟ أبدت الشعب العراقي بالكامل؟
هذه النظريه الوقحه الذي والوجوه الوقحه التي تخرج على الاعلام وتقول نحن اخطانا. طيب يا اخي لما انت اخطات لماذا تصوب الميليشيات اسلحتها على صدور المواطنين الغاضبين على خطا تعترف به انت؟ فلو لم يكن انت من الذي من قاده الفساد والقتل في العراق قد اعترفت بهذا، فماذا عن البقيه؟ القضيه ليست قضيه اعتراف وانما قضيه الواقع الذي يطبق، الذي يأمر القوات المسلحة بضرب الرصاص الحي على المتظاهرين. هذا ليس عراقيا وإن كان أيا كان. من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك.